طيب برضو هنروح فن ونرجع اهلي ونرجع يعني هنلعب شويه. يا ريت. ودلوقتي حضرتك ناجح ما شاء الله زي ما ذكرت في مجال العملي، لو اتعرض بقى، لو قلنا بقى نرجع تاني للفن، هل هتوافق ولا الموضوع هيبقى فيه يعني مخاطره؟ بص حضرتك، الفن طبعا رساله جميله جدا، واتمنى ومش انا لوحدي، واي حد يتمنى انه يقدر يوصل او يعرض نفسه على الكاميرا برساله فن، رساله هادفه. لكن خلينا نتكلم عمليا بقى، انه جميع الناس اللي اشتغلت في السن الصغير قدرت تحقق نجاحات في السن الصغير، ما قدرتش تحقق نفس النجاحات في السن الكبير الا اتفق معاك قليلين جدا. ليه بقى؟ لانه فضل مرتبط في عقليه الناس انه الطفل ده كان ليه حاجه بيقدمها، ليه كاريزمايه كده بيقدمها، ما قدرش لما كبر خلاص. يعني زي ما احنا كنا بنتكلم قبل اللقاء انه كان في تأتأة كده في الكلام، كانت عامله تيمه حلوه في المسرحيه، دي ما بقتش موجوده دلوقتي. كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه في الجمله يا باشمهندس؟ كان في جمله معينه انت عارفه. يا والدي. ايوه هي دي. ايوه دي كانت طبيعيه بقى وقتها. مشهد المصاصه لوحده يدرس. مشهد المصاصه الحقيقه، ومشهد البيت الشعر. وقازها ليزدجروا. أيوة الناس كانت بتقعد تسالني هو انت ممكن تكون حفظت الكلام ده ازاي؟ وانه الكلام كان صعب. بس هو الحقيقة الفنان فؤاد المهندس رحمة الله عليه يعني كان بيدي المساحة للي قدامه أنه يبدع، لدرجة أن احنا كل يوم المسرحية كانت مختلفة عن اليوم اللي بعديه. يعني السيناريو بيتغير كل يوم، مش تغيير جذري يعني، بس بيتضاف عليه حاجات كانت تبقى مشاهد رئيسية جدا ومؤثرة جدا، وتغير في شكل المسرحية كل يوم. وكان عنده اهتمام ملحوظ بالأطفال الموهوبين في الفترة الأخيرة من تاريخه المسرحي، زي مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، وزي هالة حبيبتي، وزي كذا عمل تاني الحقيقة.